مرحبا، اسمي رنا، أبلغ من العمر 38 عاما. لجأت من سوريا إلى ألمانيا بسبب الحرب. أشعر بالارتياح لأنني تمكنت من فعل ذلك، ولأنني أعيش الآن في بلد آمن. أنا بشكل عام شخص سعيد لأنني كنت دائما قادرة على فعل كل شيء من أجل عائلتي، لكنني أشعر الآن بالحزن والقلق كثيرا. حول أنني اضطررت لمغادرة وطني. هنالك الكثير من الضغوط، وغالبا ما أكون غارقة في أفكاري. عندما كنت لا أشعر بالراحة في وطني، غالبا ما كنت أتحدث مع أصدقائي وعائلتي. أشتاق إلى ذلك هنا. ثم سمعت أنه يمكن الحصول على الاستشارة من الخبراء في ألمانيا. هذه مهمتهم، ولا يكلف الأمر شيئاً، ولا يجوز لهم أن يتحدثوا عن أسرار لأي شخص آخر. هذا أمر جداً مهم بالنسبة لي. أشعر الآن بأن هنالك أحد يسمعني، وبأن بعض الأمور تبدو أقل تهديداً. أنا سعيدة بأنني استطعت الحصول على هذه المساعدة. سوف أفعل ذلك مرة أخرى. من الجيد أن يطلب الإنسان المساعدة.